أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل صلوات علي بن أبي طالب حسن والحسين زين العابدين أئمة المعصومين والخضر يا أبو محمد صلوات صل على محمد. لما أراد الله تعالى أن يهب لفاطمة الزهراء الحسين عليه السلام وكان مولده في شعبان ليلة في ثالث ليلة منه، فلما وقعت في طلقها أوحى الله تعالى إلى لعياء وهي حوراء من حور الجنة، إذا أراد أهل الجنة أن ينظروا إلى شيء حسن نظروا إليها، أوحى الله إليها أن اهبطي إلى دار الدنيا إلى ابنتي حبيب النبي محمد واحضري ولادتها وكوني قابلة للحسين كرامة وتفضيلا. فلما قرب أوان ولادتها وأراد الله أن يظهر سر غيبه الخفي ويزين الدنيا بأنوار بدر غرته وشعة شمس وجهه ويخصب الأرض ببركته ويمني كفه الدري ويشرفها بظهور مجه القدسي وكعبه العلي، أوحى الله إلى رضوان خازن الجنان أن زخرف الجنان وزينها، وإلى مالك خازن النيران أن أخمد النيران على أهلها، وإلى الحور العين أن يتزينا ويتزاورنا كرامة لابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأوحى الله تعالى إلى الملائكة أن قوموا صفوفا بالتسبيح والتقديس والثناء على الله تعالى، وأوحى إلى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن اهبطوا إلى الأرض في قبيل من الملائكة. يا مستمعي النظام صلوا على البدر التمام حمد ولما هبطت لعيا على فاطمة لحق فاطمة الحياء من لعيا لم تدري ماذا تفرش لها، فبينما هي كذلك متفكرة إذ هبطت حوراء ومعها درنوك من درانيك الجنة، درنوك يعني بساط، فبسطته في منزل فاطمة فجلست عليه لعياء. يبين هذه لعياء بعد ما تقعد أي محل مدللة، ما تقعد على التراب، والله الخسرانة تقعد على التراب صوب مرة عليه فاطمة، هذا شرف لها. فبينما هي كذلك وإذا بالأنوار تتساطع في كل جانب ومكان، وإذا بها قد وضعت بالحسين أفضل
هذا مولد الحسين عليه السلام، وبعد الحين بننتقل إلى مولد العباس عليه السلام، لأن بعد المجال علشان ما نأخذ أكثر مما عندنا أوراق نواجد، ما نبغى نطول أوراقنا تخلص. قالوا صف ال... قلت لهم صعب أوصف مثل عباس، شال الراية بيده والعلم والطاس، وبيمينه يشهد بتارة، بيمينه يشهد، بيمينه بيمينه يشهد، بيمينه يشهد سبع القنطرة والنهروان تقول سد الحل، سد حلق الحرب، والصيف والسيف ظل مسلول، ولن عمر 12 حير يا ناس عقول، يشبه له حيدر واختاره، يشبه له حيدر يشبه له حيدر يشبه له حيدر يشبه له حيدر. مولود لك يا علي طيبه علينا هب، مولود لك يا علي طيبه علينا هب، والزوم يا سيدي راعي الشيم ينحب، لو قام عباس من مهده هزم مرحب، مو عجب يا ابو الحسن منه اخو زينب، من هيبتك هذه الهيبه، من هيبتك من هيبتك من هيبتك ام البنين الباري من عليها، عباس هالليله قمر بيديها، أم البنين الباري من عليها، عباس هالليلة قمر بيديها، أم البنين الباري من عليها، عباس هالليلة قمر بيديها، أم البنين الباري من عليها، عباس هالليلة قمر. كل التهاني لك يا خير العمل، نور الدنيا اليوم بدرك واكتمل، نرجاك قبل عنا عباس البطل، وافراحنا الأم من القمر نهديها، وافراحنا لما القمر نهديها، يا أم البنين الباري من إيه، عباس هالليلة قمر إيه، أم البنين الباري من عليها، عباس هالليلة قمر. كل شيء يا مولاي هاليوم انسعد، بالفرحة عاف البيت والمولد قصد، جلوات يسمع لين خادمكم نشد، بل في الصلاة على النبي نهديها، أم البنين من عليها، عباس هالليلة قمر إيه، أم البنين الباري من عباس هالليلة قمر. طيب زهت بنوار مو ضي الصباح، وبيت مولانا عبير الجنة فاح، الطير غرد قال حي على الفلاح، هالنعمة بس الشي يشعر بيها، أم البنين من عليها، عباس هالليلة قمر، أم البنين الباري، عباس هالليلة
أكبر مثل عباس للخوة عرف حاوي خصال العترة وولها الشرف بيده والإيمان يوم المحنة رف شمس الله من نورة تخاف عليها شمس الله من نورة نخاف عليها أم البني من عليها عباس هالليلة قمر أم البنين الباري من عباس أم البنين الباري من الإمام السجاد عليه السلام نتبارك بحديث له يقول عليه السلام يغفر الله للمؤمن كل ذنب ويطهر منه في الآخرة ما خلا ذنبين ترك التقية وتضييع حقوق الإخوان. نعيد الحديث نعيده رحم الله والديكم. يغفر الله للمؤمنين كل ذنب ويطهر منه في الآخرة ما خلا ذنبين ترك التقية وتضيع حقوق الإخوان. ترك التقية وتضيع حقوق الإخوان. واحد وكثير ما يكون النقاش حول الآن هل في عصرنا نترك هذه التي قال عنها الإمام عليه السلام الصادق التقية ديني ودينه أجدادي؟ لا، في كثير من الأحيان يكون لهذه التقية أثر في حفظ نفس المؤمن وحفظ الدين. يعني موقف ونختم فيه ندخل على الإمام السجاد تبركا بحديثه سلام الله عليه وتفعيلا لما قلنا أن في ذكر موالي الأئمة يحسن بالمؤمن أن يحفظ شيئا ينور قلبه به من أحاديث الأئمة. واحد من الإخوة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله رزقنا الله إياكم الوصول والحصول راح يصلي، وكان رجلا كبير في السن، راح يصلي قام وكشف السجاد علشان يصلي على الرخام، طبعا الكاميرات في كل مكان، ما كمل الركعة الأولى للجماعة حوله. تشي حدك إلى هذا العمل؟ في حاجة تشوفون يعني تون الآن أخوة مؤمنين في حاجة هذا العمل. هناك كثير من الفسح ما حصل فيها المجال تصلي فيها المجال فيها المجال. ولذلك كان الإمام الصادق عليه السلام وهو في الكوفة، وانت عارفين الكوفة ورايحين لما راح الكوفة الله يعطي في هناك مكان يقال له مقام الإمام الصادق. الإمام الصادق عاش في الكوفة سنتين، هذا اللي يقول عنها النعمان أبو حنيفة إمام المذهب الحنفي يقول لولا السنتان لهلك النعمان. السنتان أي سنتان؟ هذا اللي عاش من الإمام الصادق في الكوفة وأنتج إلينا هذا الزخم الكثير من حديث وزيارات الأئمة والأذكار هالسنتين. فكان يقول لعل أحدكم يقول كلمة في الكوفة، وكلهم لبن خالص مثل المارخ جديد، كلهم سادة إلا شوي، عدل وأنا غلطان أكثركم سادة عدل إلا شوي أنا وربعي يعني العوام، يجي لعل أحدكم يقول كلمة في الكوفة فيقتل بها رجل في الحجاز. الكلمة اليوم أنت تتكلم وهذه تسجل عليك وتشرق وتغرب، أيا كان صاحب منبر صاحب قلم صاحب مكانة صاحب موقع اجتماعي، كلمته لا بد أن تكون موزونة. ولذلك الإمام السجاد عليه السلام يقول يغفر الله للمؤمن كل ذنب ويطهر منه في الآخرة ما عدا ما خلا ذنبين ترك التقية وتضيع حقوق الإخوان. تضيع حقوق الإخوان اللي كثيرا ما نغفل عنها، إلى وحق قاعد يا ربعه وأصحابه قد يقول كلمات لا يقولها أمام الغريب ويتصرف تصرفات
لا يتصرفها أمام الغريب. السبب قالها بين الأخوان بين الأحباب تسقط الآداب، لا هذا خطأ عدلها، بين الأحباب ترعى الآداب، إذا ذهمت الحشمة بين الناس قل الحياء بينهم. واحد يقعد يتكلم بكلمات لا يقولها أمام الآخرين، لا إذا جلس مع أصحابك بالعكس هذا تحشمة. بين الأحباب ترعى الآداب. ولذلك الإمام زين العابدين عليه السلام يقول يغفر الله للمؤمن كل، ها خلنا نشوف احنا حفظنا له لا بعيده هنا مرتين ثلاث علشان نحفظ بعد صر احنا لنا يعني الأجر والثواب وليكم إن شاء الله بعد. يغفر الله للمؤمن كل ذنب ويطهر منه في الآخرة ما خلا ذنبين، ترك التقية وتضيع حقوق الإخوان. يغفر الله للمؤمن كل ذنب ويطهر منه في الآخرة ما خلا ذنبين، ترك التقية وتضيع حقوق الإخوان. صلوا على محمد وآل محمد. صلوا. مبروك يا أبو الأئمة بمولد السجاد، مبروك يا أبو الأئمة بمولد السجاد، طاهر مطهر علي وإحلى به الإنشاد، يوم الحشر سيدي يوم الحشر سيدي للشيعة، هذا سند وإسناد من الله نوره ونوره للعباد إرشاد، من الله نوره ونوره للعباد إرشاد، ما يفلح اللي عاديكم ما يفلح اللي ما يفلح اللي ما يفلح اللي دنيانا هاليوم تستقمل أنوار الولي، هالنور طاهر وهموم الشيعة بي تنجلي، يا حاضر الحفل ما ترجع البيتك خلي لك جائزة في الحشر، ضامن إمامك علي ضامن إمامك علي، هالليلة شع نور العابد هالليلة شع نور هالليلة شع نور هالليلة شع نور، راجع محطات دربك شوف رايح وين، يلي تقول الحفل بدعة ولا هي دين، هالليلة صبط النبي وافاه قرة عين، والشيعة كلها بفرح للحفل مجتمعين، والشيعة كلها بفرح للحفل مجتمعين، وتشارك أفراح العترة وتشارك أفراح وتشارك أفراح وتشارك أفراح وتشارك أفراح بعد وتشارك أفراح للرحمة، واجب إلى المعبود نرفع الكف، للرحمة واجب إلى المعبود نرفع كف، والواسطة للجواب أبطال أرض الطف، والواسطة للجواب أبطال أرض الطف، يجري الغدير بذكرهم لو زمن لجف، صلي على المصطفى وتعظيم قوم وقف، أفضل الصلاة
ارفع صوتك. دليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه الصلاة والسلام عليه محمد وعلى محمد عليه صلوات ربي عليه.